الساعة كام معاك؟ الساعة 2 الأربع دقايق. الأربع دقايق ولا الأسبعة؟ الأربعة، أنا ظابطها على ساعة مراد. لازم خدمة يا استاذ؟ لا ما فيش، ده يظهر البنزين خلص. ما تتعبش روحك، تعال عشان نجيب بنزين. اعمل معروف وحياتك، خد بالك لغاية ما نجيب بنزين ونرجع. يا عيني. شكرا. شكرا. تعال. بلاش نقف هنا. ما تخافش، ما حدش واخد باله، كلهم ملمومين حوالين العربية التانية. تكرار سرقة البنوك هيدي أخطر شيء ممكن تتعرض له البلد، مش خطر علينا وحدنا، خطر على كل البلاد اللي حولنا المرتبطة معنا بتعامل اقتصادي. يا فندم المعلومات اللي عندنا كلها بتشير إلى إن هي عصابة واحدة اللي بترتكب كل الجرائم. ما بيهمني التقارير ولا المعلومات، كل اللي بيهمني القبض على العصابة بأسرع ما يمكن. يا فندم إحنا كان من السهل علينا جدا القبض على اللي سرقوا البنك، لكن انا فضلت ناجل المساله دي لان القبض عليهم مش هيمنع وقوع سرقات تانية ما دام الراس المدبره مش معروفه لا لنا ولا لهم. شو هالكلام؟ اتضح لنا بعد البحث والتحريات ان افراد العصابه كمان ما بيعرفوش بعض، والاخطر من كده ما بيعرفوش مين رئيسهم، ما يعرفوش مكان الراس المدبره للعمليات دي كلها. تاجيلك القبض عليهم مش هيوصلك لغير ضياع الفلوس اللي اتسرقت من البنك. انا عامل حسابي على كل حاجه يا فندم، انا واضع خطتي على اني ادجس راس الحيه بدل ما اقطع ديلها. الفلوس اللي سرقت مش ممكن هتتصرف، انا عندي نمرها اصدرت بيها نشره في كل مكان في البلد، واعتقد ان الفلوس دي هي اللي هتوصلنا الراس الكبيره كمان. الفلوس تحت امرك يا اكسلانس. اغبيه
مغفلين عشان جبنا لك نص مليون ليرة؟ اخرس. نص مليون ليرة معروفة نمرهم، يعني نص مليون دليل اتهام هيصطادونا بيهم واحد واحد. الفلوس دي لازم تتحرق. نحرق نص مليون ليرة يا اكسلانس؟ انا بقول لنيم الفلوس دي سنة وبعدين نبقى نتصرف فيها. انا مش مستعد اصرف سنة على اغبية زيكم. وبعدين بقى، طب ايه رايك بقى يا اكسلانس ان الفلوس دي هتنصرف وباغلى من سعرها كمان؟ ازاي؟ هما هيدوروا عليها هنا، نشراتهم هتملى البلد، يعني لو الفلوس دي خرجت بره البلد ممكن تنصرف من غير وجع دماغ، وبالطريقه دي كمان هنكسب فرق العمله، يعني النص مليون ليره هيبقوا مليون. وهتخرجوهم ازاي يا فالحين؟ ده كل واحد فيكم على راسه ريشه. هيوصلهم لنا راجل عايش في مصر اسمه زي البرلاند، معلش شبهات، هيوصلوا عنده من غير ما يعرف، واحنا علينا ناخدهم منه برضه من غير ما يعرف. ده لازم قفل قوي. بالعكس، ده من اذكى رجال الاعمال في مصر، بس احنا بقى مش هندخلهم عن طريق عقله، لا احنا هندخلهم عن طريق عربيته. بينا كلنا متعلقة في العربية دي وبنسلمها لواحد ما نعرفوش. بركة فيك انتي. انت قلت لي صاحب العربية دي اسمه ايه؟ حسين جمال الدين. اهلا بيك. ممكن اعرف بالظبط ميعاد وصول الباخرة اللي جاية من لبنان بكرة؟ ايوه كده. شكرا شكرا. سمير فاضي ولا مشغول؟ لا برضع العيال. انت جايب الولاد الشركة معاك؟ برضعهم تليفونيا، امهم نزلت تسرق راس منع الحمل والشغاله محتاسه بيهم لوحدها. ايوه اديهم نفتالين، لا قصدي اسبرين. وعاوزني اتجوز، تسمح تفط امهم وتيجي حالا؟ نعم. ايه في الباب وراك؟ ليه في مؤامره على حياتك؟ ايه في الباب وراك؟ حاضر. نعم. العربية الجديدة هتوصل بكرة. ألف مبروك يا حسين. عقبال ما تتفك عنك عقدة جوازك زي ما اتفكت عنك عقدة السواقة. جاك فك ركبك. عقدة السواقة حليناها نص نص. عشان كده عايزك تيجي بكرة معايا نستلم العربية سوا. بكرة؟ بكرة مستحيل. ده عيد ميلاد مراتي ولازم أكون متفرغ له. طب هتعمل إيه بالنهار؟ لازم أنا اللي أشتري التورتة والجاتوه وال15 شمعة اللي ما بتغروش من يوم ما اتجوزتها. واروح الانفوشي اجيب امها واخواتها بالعربيه واقف على ايد الحلواني لحد ما يكتب قدامي بخط حلو عقبال مليون سنه. شفت الجواز عامل فيك ايه؟ ارنب. معلش بس ساعه ما اقول اه
بلاقي كورس حوالين السرير بيقولنا عمين. يا سلام دق يا مزيكا. لا يا حسين، الحقيقه انا بشوف نفسي في مراتي وولادي، في اللقمه اللي احنا بناكلها سوا، في الفرحه اللي بتلمنا، في الازمه اللي بتشدنا لبعض، في قلقي عليهم ولهفتهم عليا. طب بس انا اسف يا سيدي، ما كانش قصدي اجرحك. انا عارف، بس ما اخبيش عليك انت بتصعب عليا. صحيح انت سبب النجاح اللي احنا فيه، انما وجودك على القمه مش هو الحياه وبس. انت عارف يا سمير احنا وصلنا اللي احنا فيه ده بكرامه وشرف وعرق ودموع. بالنسبه لك زي اللي بيحرط ارض مش عارف زرعها لمين. ليا ولسعادتي. اطعم ليك وللي عايشين بيك. فكر تاني يا حسين. بعد ما عدينا الاربعين سنه وماله؟ ده انت ابتديت تسوق العربيه في نفس الميعاد. العربية دي هيندفع عليها جمرك قولي 2000 جنيه، وهي في الحقيقة تساوي 50,000 جنيه. ده بالسعر الرسمي، إنما بالسعر الحر هتفرق معانا 50,000 تانيين. هي بيني وبينك الطبخة مستوية أوي، بس عايزة تفتيها عينين. ما تركبنيش ميت عفريت، إحنا لسه بنقول هادي. أنا بس بنورك، عشان أي غلطة في العملية هتضيع رقبتي ورقبتك الحلوة دي. ما اتخلقش لسه الهوا بناحيتي. لا اتخلق يا اختي. انا بدي اسالك على حاجه، الشغلانه دي ابوها مين وامها مين؟ ابوها ابليس وامها شيطانه. شوف انت شغلك وحقك هتاخديه على داير مليين. لا على داير جنيه حد. طب جهز انت بقى لحسن يظهر الزفه اللي جايه دي فيها صاحبنا. ده باين عليه شخصية قوي. انكشح انت بقى وسيبني انا اشوف شغلي. ربنا يوفقك، انا هكون اقرب لك من الروج اللي على شفايفك. الله يبارك فيك. مع السلامة. سلام يا هانم. سلام. اي ما فيش دكتور؟ اسحب. اي لا لا مؤاخذة يا جماعة، من فضلكم ثانية واحدة. ثانية واحدة. ما تخافيش يا هانم، انا الدكتور سعيد رافت. بيوجعك هنا يا هانم؟ ايوه. وهنا؟ أيوة. لازم ننقلها مستشفى حالا. تحت امرك يا فندم. ومس يدك حسين جمال الدين برضه؟ ايوه يا فندم. طب اتفضل شيل قصادي. على مهلك يا هانم، على مهلك. لا دي سليمة أوي، سليمة خالص. ما تخافيش. ايوه. اتفضلي. لا الحمد لله دي سليمة. بيتهيألي بدل الشوشرة والمحاضر ووجع القلب نشوف لها حتة نجبس لها فيها رجلها وخلاص. تفتكر كده؟ طبعا. هو سيادتك وش الحاجات دي؟ نوديها عندي في البيت؟ قوي. اتفضل. ألف سلامة يا ستي. أنا تعبانة قوي يا دكتور. أنا اديتك حقنة عشان تنامي وتستريحي. طيب.
ودي اهم حاجه بالنسبه لك دلوقتي. ميرسي. انا اسف لازعاجك يا دكتور. ده انا سعيد اللي تعرفت بيك يا حسين بيه. اي والله. عن اذنك. عن اذنكم. يعني مش هقدر امشي دلوقتي يا دكتور؟ لا 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 لا، اي حركه دلوقتي هتعمل لك مضاعفات، واحنا ما صدقنا نلحقك بالاسعافات اللي هترجع لك رجلك زي ما كانت. يعني شفائك يتوقف على همتك وعلى همه حسين بيه في التخفيف عنك. انا تحت امره. ميرسي. زي ما انا شايف المكان هادي، ما فيش دوشه اولاد ولا حاجه. منين؟ على خير الله. انا هبقى اطمن عليها بكره ان شاء الله. متشكره قوي يا دكتور. العفو يا ستي، احنا ما عملناش للواجب ليكي والبشمهندس اللي افضله على الناس كلها. عن اذنك. عن اذنك. اتفضل. مع السلامه. اي طمني يا دكتور، ازاي الحال؟ الحمد لله. هي هتنام لها شويه من الحقنه اللي ادتها لها، ولما تصحى هتكون احسن. يعني مفيش خطر عليها؟ لا 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 لا، دي حاجه بسيطه خالص، ما تشغلش نفسك. متشكر قوي يا دكتور. بقى ده اسمه كلام؟ ده انت معرفتك تسوى عمله صعبه. اي أيوة والله. على العموم انا همر عليكم بكره عشان اطمن عليها. السلام عليكم. مع السلامه. مع السلامه يا دكتور. الله يسلمك. بتعمل ايه؟ بشوف ده حياك يا سيدي. اختشي، خلي عندك دم. ما هو الدم اللي بيخليني ابص عليها بالطريقه دي. قول لي يا حسين، هي حلوه قوي؟ اوه، والنبي ابص عليها بصه واحده والنبي. احنا فيه ولا فيه؟ ده من حقي. انت ناسي ان انا شريكك؟ اتنيل، سيبها في حالها، مش كفايه كانت هتروح في داهيه. انت خايف على نفسك؟ لا ابدا، انا خايف عليها لا يحصل لها مضاعفات. مضاعفات؟ بيلانج بيلانج. ايه بس خلاص، خليها هنا اطول مده ممكنه لحد ما تطمن عليها. هو حد يطول واحده بالجمال ده تنام له في سريره؟ خلي عندك دم. الف حمد لله على سلامتك يا بنتي. ميرسي قوي يا فندم، اسفه قوي على الازعاج ده. يا خبر، ده انت انستينا ونورتينا. دي اول مره ادخل فيها الفيلا دي ويبقى لها حس. كل ما اجي ازور حسين ابن اخويا الاقي الفيلا هص هص. انا عارفه ايه اللي عاجبه في الوحده دي. تصوري، انت اول جنس لطيف يخش بيته، ومش بس كده وينام في سريره كمان. سمير سمير، هتسيبني بقى يا اخي؟ الله، الليله عيد ميلاد مراتي وهتفوت لي شويه، مش كده يا كوثر؟ والله ده سيبني الحفله والمعازيم مخصوص علشان نيجي نطمن عليكي. متشكره قوي الحقيقه، انا حاسه ان انا فزت اهلي بالظبط. انت هنا في بيتك، ما تحمليش اي هم. ايوه كده انت. اتلم يا سمير، انت مالكش كلام عندي. مراتي بس هي اللي تلمني. تعال يا حسين. صباح الخير. ميرسي قوي. الحقنا يا سي حسين. قال ايه؟ عايزه تروح تنزل في الكنده. اعرف انت شغلك معاها بقى لحد ما اعمل لك قهوه. مش معقول. بقول كفايه ازعاجي اللي سببته لكم. يا خبر، ادينا فرصه نصلح فيها غلطتنا. دي غلطتي انا، لان انا اللي كنت مستعجله. انت مالكش ذنب. يبقى في حاجه زعلتك مننا؟ بالعكس، اصل شايفاك تعبان معايا انت وعمتك. دي سعيده جدا، بدليل انها سايبه بيتها وولادها وقاعده هنا عشاني. وكمان حضرتك معطل شغل. ابدا، انا بس حبيت اطمن عليك قبل ما اروح الشغل. ميرسي قوي. العفو. على فكره ما اتشرفتش بالاسم. اسمي فايزة الاشقر من بيروت. الاشقر اللي عندهم مصانع البلاستيك؟ انت تعرفهم؟ لا، اسمع عليهم بس. انا بقى بنت ناجي الاشقر. اهلا وسهلا. اهلا. هي العربيه جرى لها حاجه؟ يا ريت العربيه وانت لا. قد كده ما تهمكش العربيه؟ دي جميله قوي يا ستي. العربية وصاحبها تحت أمرك، تمضي بيها أجازتك أول ما تقومي بالسلامة. هو أنا هفضل عندك هنا على طول؟ ده إذا كانش يضايقك. خد اشرب القهوة قبل ما تخرج. ميرسي يا طنط. العافية يا روح. أنا
باشمهندس موجود؟ لأول مرة يجي متأخر. قروا بقى قروا. يا صباح الخير. أهلا سمير. إيه أخبار السمان؟ إيه رأيك أنت؟ يا سلام عليه، جنب إزازة شمبانيا وشوية زيتون أخضر وشوية كرفس. أنت قصدك إيه؟ السمان بتاع بيروت. السمان اللي متربي على الفستق والسنيبر وشارب من نبع الجبل وملفوف من رأس الدبكة. يا سمير، ده أنت متجوز. وأما بنعمة ربك فحدث. الله، تصور الورد اللي قطفته لك الصبح. انا حسيت انه دبلان جنب خدودها. ارمي، انت قطفت لها ورد. مش واجب برضو؟ واحده كانت هتروح ضحيتي، لازم اجاملها. والله ما انا عارف مين الضحيه، السمان ولا الصياد. الو، ايوه، اهلا دكتور سعيد. الحمد لله، لا كويسه قوي النهارده. تحب تكلمها بنفسك؟ ثانيه واحده يا فندم، ثانيه واحده، ثانيه واحده. خليه، انا جايه عندك. حسبي حسبي، على ملك. الف مبروك. ميرسي. اهلا يا دكتور. لا لا لا، الحمد لله كويسه قوي. انا بكلمك وانا واقفه على رجليا. على الله بقى الاستاذ حسين يسمح لنا نمشي النهارده؟ وده معقول؟ مش معقول تتنقلي من هنا قبل ما نطمن عليكي خالص؟ ما انا بقيت على اهو كده. الف مبروك، وبالمناسبه دي انا عازمك الليله على سهره لطيفه. ما تعزمي الدكتور يجي معانا؟ خد كلمه انت. الو، ايه رايك يا دكتور سعيد لو تشرفنا الليله على العشاء؟ هعمل عزومة بمناسبة شفاء الأنسة فايزة في أوتيل فلسطين. والله أنا كان يسعدني أن أكون معاكم. أي والله، إنها بقى معلش ملناش حظ المرة دي. بس على فكرة خلي بالك عليها وأنت سايق. المرة دي هتكون راكبة جنبي، ما تخافش عليها. لا. أنا بقول تخلي بالك على العربية مش على فايزة هانم. على كل حال أتمنى لكم سهرة جميلة يا باشمهندس. كان
عجبك الرقصه دي؟ انا ما بتعجبنيش الحاجات دي. غريبه. انت لو تعرفيني على الحقيقه استغرب. انا اعرفك اكتر ما انت تعرف نفسك. ازاي؟ انت اطيب انسان شفته في حياتي، وتبتك دي هي اللي هتوديني في داهيه. قصدك ايه؟ لا ولا حاجه. فايزه، انا كنت عاوز اقول لك من غير ما تقول. افهم من كده انك عارفه؟ انا مش عارفه انت طلعتني منين. انا اللي طلعت لك ولا انت اللي طلعتي لي؟ قصدك اتحلفت عليك؟ بالعكس، ده يمكن ربنا حلفك عليا عشان تساعديني. بيتهيألي مش هقدر اساعدك. ازاي الكلام ده؟ قوم بينا يا حسين. ما لسه بدري. معلش نمشي احسن. ماجد. الشوفرين اللي كانت هنا. الله، هو اللي طلع بيها ده مش مع سيادتك؟ نعم. انت جننت يا راجل انت؟ ما حدش كان معايا غير الهانم. يا خبر اسود، ده اللي راح يحط لها بنزين. امال طالعها ازاي؟ انا هوريك في 60 دقيقة. هدي نفسك انت بس. وامتى طلع بيها؟ ما فيش دقيقتين. وطلع بيها ازاي؟ في حاجة يا حسين؟ العربية بتاعتي اتسرقت يعني. من هنا؟ دلوقتي حالا واحنا جوه. الله، ازاي الحكايه دي تحصل يا جدع انت؟ تعال هنا. والله يا مظلومه سعاده البيه، ده لسه ماشي بيها من الناحيه دي، فضلت الحقوها يا سعاده البيه. هات بتاعتك. حاضر يا سعاده البيه. والله انا مظلومه بيه. اتفضل. اتفضلوا معانا. انا اسف يا علي. لا 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 لا، اتفضل. على فكره ما عرفتكوش ببعض. فايزة هاني من الأشهر. أهلا وسهلا. علي عزمي رئيس الملاحس. أهلا وسهلا. ما دام سليمة مفيش ده. على كل حال إذا حصل حاجة اتصلوا بيها بالتليفون. ألف شكر. تعبتك معايا يا علي. يا شاويش أصرف الناس دول. يلا حضرات، يلا حضرات، حضرات. تسمح تولع لي. أول مرة أشوفك عصبي. قد كده خايف على العربية؟ مش هي اللي عرفتني بيكي. صباح النور. صباح الخير يا ست هانم. اهلا يا دكتور، اهلا. اتفضل. يا ترى ازاي ضيفتنا العزيزه النهارده؟ حلوه يا دكتور، البركه فيك. يعني ما حصلهاش مضاعفات من خروجها امبارح؟ لا ابدا، الحمد لله. على خيرة الله. اهلا يا ستي، الف حمد لله على سلامتك. ميرسي قوي. اما اروح اعمل لك فنجان قهوه يا دكتور. طيب يا ستي. ميرسي. الف حمد لله على سلامتك يا ست هانم. خدت الفلوس من العربية؟ خدتها ازاي؟ الله، مش انت اللي سرقت العربية امبارح من الكازينو؟ نعم يا اختي. انت هتستعبطي عليا ولا ايه؟
ما تخافش، الحمد لله لقيناها زي ما هي، هتتعالى شوفها. اصل هي فين دي؟ غريبه. لازم حسين طلع بيها. ولما انت خفيتي وخرجتي وتفسحتي نايمالي في العسل ليه؟ عجباك القعده هنا؟ مش كل حاجه باوانها. لا احنا كده على كف عفريت، الوقت ده يتحسب لينا يتحسب علينا، يعني حادثة تانية تحصل للعربية يتعمل لها معاينة وننكشف وتتنصب لنا احنا المشنقة. انت كل ما تشوفني تركبني 100 عفريت. اتصرفي، كلميه في المكتب، ما تخليش العربية تغيب عن عينك لحظة واحدة قبل ما نمصمصها. حاضر. الو، ممكن اكلم الاستاذ حسين من فضلك؟ انا فايزه. يا ست هانم، من يد ما نعدمها. صباح الخير يا استاذ حسين. يا صباح النور عمتي، يا ريت انك لسه نايمه، قلت اريحك من خليتي شويه. بالعكس، قول انك انت عايز ترتاح مني شويه. يا خبر، انت قبل ما توصلي كانت حياتي عامله زي الاله، ما فيهاش روح، ما فيهاش حياة. بلاش مبالغة مرة. والله كلامي ما فيهوش ريحة المبالغة. ايه رأيك بقى؟ الله، فايزة ساكتة ليه؟ أبدا، ما تعرفش كلامك ده بيأثر فيا قد إيه. قولي يا حسين، كنت عايزة العربية شوية أنزل بيها السوق عشان أشتري شوية هدايا قبل ما أسافر. أوي أوي، تحت امرك. انا اصلي كنت خدتها بدري اوديها للسمكري عشان يرم الحاجات اللي فيها. سمكري؟ سمكري؟ اصلها اتجرحت من الحادثه بتاعت امبارح. وعلى اي سمكري؟ ده انا الواد السواق بتاعي ما تاخدش في ايده غلوه. قولي له، قولي له، قولي له. ده الدكتور سعيد. هات انا اكلمه انا. هات. يا صباح الخير. الحمد لله على سلامتكم يا سيدي. ايه صابتكم عين ولا ايه؟ لا ابدا، ده انا تحت امرك. لا ده انا كنت بكلمها عشان خاطر حكايه السمكري دي يا فندم. نعم، النهارده الجمعه ولقيته قافل. الحمد لله. اي أيوة والله. على العموم جت سليمه والايام جايه كتير. يا سيدي لا شكر على واجب، مع الف سلامه. مع السلامه يا سيدي. شفت ازاي؟ اصل لا مؤاخذه، في ناس بتخاف من يوم الجمعه، بيقولوا عليه في ساعه نحس. اي أيوة والله. ايه اخر التطورات؟ مش عارف يا سمير، ساعات وانا معاها بحس اني ماسك النجوم بايديا، ساعات ابص لعينيها الاقيها سرحانه بعيد كانها عايشه في عالم تاني. انت هتحاسبها من دلوقتي على سرحان عينيها؟ مش الفكرة سمير، هي فعلا عجباني، بس يمكن انا ما عجبهاش. ايه الدوامة اللي انت عايش فيها دي؟ محتار يا سمير، مش عارف، مش عارف مصيري هيكون ايه معاها. بقى ده اسمه كلام؟ ده احنا ما صدقنا ان احنا لقينا الانسان اللي ترتاح لها. في الحقيقه فايزه فيها كل حاجه طمعت فيها. خلاص يا اخي، اتجوزها وحلاوتها في حموتها. دي حتى باين عليها ادم سعد، عمليه حلوان رسيت علينا وهنفضل فايزين باذن الله. تفتكر؟ انت تنزل دلوقتي تشتري الشبكه وتخليها امام الامر الواقع، اقطع دراعي اذا رفض. الله، يسلم ذوقك يا حسين، ربنا يا ابني يفرحك ويتمم لك بخير. ميرسي يا عمتي. انت رجعت يا حسين ومعاه شبكتك يا روح. شبكتي؟ اه. ايه رايك؟ تعجبك؟ ايوه، بس اقول مبروك عليه. حسين، ممكن اقول لك كلمه؟ عن اذنك يا طنط. اتفضلوا يا روح.
أنا الدكتور سعيد رأفت. مين اللي بيتكلم؟ أنا فايزة. سمعت آخر الأخبار؟ مش حسين شبكني؟ نعم يا أختي. أهلا أهلا بالرجل الذي فقد ظله. أرجوك مفيش داعي تكلمني بالطريقة دي. لا يا شيخ، اسمعي، احنا عايزين نشايل ونخلص عمليتنا. مجلس الإدارة مستعجل على رجوعنا. مجلس الإدارة ده يهمك أنت، أنا معرفش عنهم حاجة. هندور الأسطوانة دي تاني. احنا اللي علينا نعمله والباقي ملناش دعوة بيه. فاهمة يا عروسة؟ تعجبيني. الترتيب اللي اتفقنا عليه يتنفذ بالحرف الواحد. خلينا نشوف أكل عيشنا يا قطوطة. مع السلامة. دولاراتنا بفضل. لكن سيادتك صرفت ليرات. معلش انا محتاجه الدولارات. امرك هذا. السلام عليكم. أهلا يا حسين. أنت فين يا ابني؟ قلبت عليك مصر بالتليفون. ليه؟ جرى إيه؟ في حاجة يا سمير؟ ما بتردوش ليه؟ أمال فين فايزة؟ امبارح الصبح قلت أروح البيت عندي أشوف يمكن يكونوا عايزين حاجة. رجعت ما لقيتهاش. ما لقيتهاش يعني إيه؟ جيت لقيتها لمت هدومها وخدت شنطتها وزي ما يكون فص ملح وداب. مش معقول. هي سايبة لك جواب على مكتبك يا حسين. ظروف أرغمتني على ترك هذا المنزل والابتعاد عنك، ولكنني واثقة أن الأيام سوف تساعدك على نسياني. تأكد يا حسين أني بحبك بحبك بحبك. لن أنساك يا حسين حتى لو كرهتني. كل ما أرجو منك ألا تحاول البحث عني. حياتك عندي أغلى من كل شيء. تركت لك المفتاح والشبكة، وتركت لك دموعي تطلب منك السماح. فايزة.
في حاجة ناقصة؟ كل حاجة زي ما هي، حتى الشبكة. عجيبة. ليه عملت كده؟ اريحهم اللف ونقصر عليهم المشوار. تحب سيادتك نصصت الامر ونقضي عليهم؟ يبقى ما عملناش حاجه. الفلوس اللي معاهم ملهاش عميل في مصر غير انهم يصرفوهم بنفسهم. عشان كده انا افضل نشتريها منهم ويسافروا هم على لبنان ونكمل احنا شغلنا. تحت امرك. اتكل على الله. اهلا وسهلا. دولارات يا هانم؟ لا، دولارات زي امبارح. تحت امرك. بعد اذنك يا هانم، اذا كان عندكم شويه ليرات مستغنين عنهم احنا اولى بيهم، وتحت امركم في اي مبلغ. قصدك ايه؟ انا مستعد اشتري منكم اي كميه من ليرات مستغنين عنها. انت عندك دولارات؟ زي ما انت عايز. يبقى على خيره الله، وانا حمر عليك بكره ان شاء الله في نفس الميعاد، وانا في انتظار سيادتك. مع اذنك، عشان رايح قبل الصبح. مع السلامه يا فندم. عن اذنك. اتفضل مدام. مين ده يا اخ؟ ده صاحب مكتب سياحه. هو سيادتك ما تعرفوش؟ لا، هيحصل. اي والله. اصرف لي دول وحياه ابوك. دولارات برضه. حاضر. كله تمام، هخلص لك الشغل ده بكره. عظيم، خلينا نسافر عشان نتمم ماموريتنا. عن اذنك. بقالك 3 أيام لا بتاكل ولا بتشرب. ماليش نفس. بس الدنيا برد عليك، خش جوه. أرجوك يا عمتي، أرجوك سيبيني. أمرك يا ابني. صباح الخير. صباح النور يا حبيبي. ايه ازاي النهارده؟ الحمد لله يا ابني.
أول ليلة أنام فيها من ساعة الحادثة دي. على خيرة الله، أما أخش أطمن عليه؟ خش يا حبيبي. بسم الله الرحمن الرحيم. هو كده المكتب كان مظلم من غيرك؟ أنا مش رايح المكتب. أمال رايح فين؟ مش عارف. تاني يا حسين، أنت لازم تنسى الموضوع ده خالص. بالبساطة دي يعني أكذب على نفسي؟ الحقيقة أنا مش عارف ليه هي عملت كده. هو ده اللي مجنني. مالك سرحان في ايه؟ مش طايق، انت لسه في العربية. ما هي العربية دي هي السبب. انما ان جيت للحق، انا عمري ما شفت حب بالشكل ده. انا فعلا حبيت فايزة قوي، وده اللي معذبني ومخليني افكر فيها قوي. طب ايه رايك بقى انها ما تستاهلش الحب ده كله؟ انت غلطان. لو كان حبها تمثيل كان يبقى لها هدف. امال هربت ليه؟ الله، هو حب ده ولا سياسه؟ في حاجه اكبرت على كده، والا ما كانتش قالت في جوابها انه حياتي هتبقى في خطر لو لحقتها. تصور تفضل تفتري عني عشان تحميني، وانا واقف متكتف مستاهل عنها، وش عرفك انها في خطر؟ قلبي بيقول انها في خطر. عاد احنا خلصنا منها بقى، انت هتقعد تحمل همها تاني؟ بحبها، فاهم يعني ايه بحبها؟ فاهم. ايه هو السرحان بقى العدوى؟ انا مش عارفه، بس ايه اللي جرى لحسين بيه؟ اتغير خالص. يعني مش هتدخليه البوسطه النهارده؟ الاستاذ سمير قال ابقى ادخلها له لما يخرج. والمكالمه بتاعت بيروت مش هتقولي لهم عليها قبل ما ينزلوا؟ يا خبر، ده انا كنت هنسى. أستاذ سمير، في حاجة أمينة؟ أيوة، في مكالمة جاية من بيروت دلوقتي. لازم فايزة. وليه ما تكونش نتيجة المناقصة اللي دخلناها من شهر لما كنا ببيروت؟ وليه ما تكونش فايزة؟ لأن ميعاد فتح المظاريف كان امبارح، وأنا ما رضيتش أجيب لك سيرة. ألو. أيوة. أيوة. أنا حسين جمال الدين. بيروت؟ الو الو، اهلا يا عدنان. المناقصه رست علينا؟ الله يبارك فيك، متشكر اوي. يوصل ان شاء الله. جالك كلامي؟ اهل المناقصه رست علينا، مبروك. انا بقى من نجمه اخد اول طياره على بيروت. واحجز مكان تاني. أنا جاي معاك. كده؟ على خيرة الله. ادي إشارة لأن مسار بيروت. تحت أمر. تفضل. شكرا جدا. تعلن شركة الطيران العربية المتحدة عن وصول رحلتها رقم 903 القادمة من القاهرة، وشكرا. عن إذنك. ليش مستعجل؟ نشوف شغلنا لحسن، الظاهر القضية دي طولت قوي. الله معك، مع السلامة. أحسن. شرف استاذ شرف. أهلين شرف. تفضل. هناك خور من هون، هيدي دوري انا البنجي. شكرا لي وشوت تينجي. الاستاذ عيط علي. اتفضلوا شرفوا. موصلهم غيري. شرفوا شرفوا يا سيدي. انت ولا هو ما بتفرق، احنا مستعجلين. شو بيهمني انا اذا كنت مستعجل ولا منك مستعجل؟ هيدي حقي. شرفوا. شو حقك يا العور؟ شرف الاستاذ مزاجه يركب معي. سرميتي على مزاج الاستاذ. سرميته؟ سرميتي على مزاجك ومزاج اللي بيشدد لك. اوعى سيبني. انت تكون سرميتي. اسكت. اوعى سيبني. انت تكون سرميتي. اسكت. شو هيدي؟ سرميتي على سرميتك وسرميتي اللي شدد لك. اسكت. افتح سرميتي. اسكت. شو هيدي؟ سرميتي على سرميتك وسرميتي اللي شدد لك. اسكت. افتح سرميتي. اسكت. اسكت بس عشان ما حدش يزعل. هيركبوا في عربيتي انا.
هات الشنط على العربية يا فرج. هات الشنط. شيل الشنط. احنا كان بدنا نخدم. سرميته قال. سرميته. هاي الشنطة ولاد. افتح. الا سرمايتي، انما انا بستغرب ازاي قبلوا ان احنا نركب معاك. اصلهم بيعزوني يعملوا لي حساب. اه يا دي اول مره تيجوا هنا؟ ايوه نورتوا. انا مستعد اكون في خدمتكم طول ما انتوا قاعدين هنا. والله فكره. طب ودينا بقى على لوكانده بيروت انترناشونال. على خيره الله. اطلع انت يا سمير شوف ورنا على ما اوصل انا مشوار صغير. والمشوار ده في ايه؟ الف لفه في البلد وبعدين نتقابل على الغدا. لفه في البلد ولا لفه على اقول لك الحق انا مش هيهدالي بال الا لما اسال على فايزه بنت. طب ما تسيب لنا الحكايه دي. انا عاوز اقابلها بنفسي يا سمير عشان اعرف الحقيقه منها. خلاص اجي معاك دقيقه واحده سيب الشنط جوه واجيلك. قول لي يا اسطى خدامك ابو المعاطي. انت تعرف بيت لاشر صاحب مصانع البلاستيك؟ عليك نور. ومين معرفوش في البلد؟ ممكن توصلني عنده؟ قلنا لك قبل كده اللي تؤمر بيه ماشي انت بس تأشر. اتفضل. كتر خيرك. اتفضل. اتفضل. هو ده بيت ناجي لاشر. دي باين عليها من عيله كبيره قوي. ده منزل السيد ناجي لاشر. هو موجود؟ نعم. طب قول له من فضلك المهندس حسين جمال الدين من مصر. عايز يقابله في موضوع شخصي. شرف شرف. متشكر. اتفضل. شرفه بعطيه خبر. انت يا ابني كتب لك السعد. اهو ده النسب اللي شرف صحيح. حاجه ماشيه تمام مع مركزك الاجتماعي. لكن ايه اللي خلاها مشيت وسابتك؟ مش عارف. يمكن علشان معرفتك وكالطياري. الحمد لله اللي اعترنا فيها وادي احنا داخلين لها المره دي من الباب. اهلين اهلين. المهندس حسين جمال الدين يا فندم. شريكي سمير رضا. انا ناجي الاشقر. شرفوا شرفوا. يا هلا يا هلا. تفضلوا تفضلوا. الحقيقه احنا سعداء جدا بمقابله سيادتك، خصوصا بعد الكلام اللي سمعناه عن سيادتك وعن ابوه سيادتك. ومن وين سمعت هالحكي؟ من منزل بنت سيادتك فايزه. ايوه. حضرتكم بتعرفوها؟ ايوه. الحقيقه انا اتشرفت بمعرفتها لما كانت في مصر الجمعه اللي فاتت. فايزه كانت بمصر؟ عم تمزح معي؟ هو سيادتك ما كانش عندك خبر؟ شو عم بتحكي؟ أنا ما عندي خبر بتصرفات بنتي؟ نعم بابا بتنادي علي؟ هي دي بنت سيادتك؟ إيه؟ فايزة الأشقر. تعرفي هالزلمة؟ أبداً بابا. إحنا متأسفين أوي يا فندم، يظهر إن الأمر اختلط علينا. مش هي دي الإنسانة اللي شفناها في مصر. إيه لكان؟ لا يا فندم، التانية واحدة تانية. التانية دي أمرها غريب بصحيح. بس هي دي اللي بحبها يا سمير. هتحب واحدة ملهاش وجود؟ واحدة ما تعرفش اسمها الحقيقي؟ إنسانة كدابة نصابة. ما تقولش نصابة. هي يمكن نصبت عليها باسمها. لكن أنا متأكد إنها ما نصبتش عليا في مشاعرها. أنت هتتكلم الألغاز.
دلوقتي بس اتاكدت. فايزه في خطر. اهلين وسهلين، شرفتوا لبنان. حلت البركه يا اخ سمير. شكرا يا سيد عدنان. يا بقى كيف الحال والمزاج؟ الحمد لله. بس الصحه هلا بعد سهره الليل بيتصلح المزاج وبتبقى الصحه بم. مفيش داعي تعب. ولو اصلي تعبان شويه. والله ما بيصير، انا حجزت لكم احسن طاوله بهالبلد. إذا كنت عايز في الحب تبقى سعيد في اللعب. أنا ما بحبش اللعب. تعال جرب حظك ونشوف بلاوي الغير. يلا بينا على الأقل ناخد فكرة. ترجمة
يا وحدي؟ ايه الجمال ده كله؟ ما تيجي يا باشمهندس زين نجرب حظنا. انا بقول نمشي احسن، انا حاسس اني دايخ. يا راجل روق، هو احنا بنشوف الحاجات دي كل يوم؟ الله دي فايزه. سيبك ليش نزك، يلا بينا. اسمعي الكلام، يلا بينا. يا اخي التاجر سليمة. الحمد لله اللي كنت هنا وانقذت الباشمهندس. اللي مع فايزه ده الدكتور سعيد، بس ده دكتور مسلح. هو احنا عملنا لهم حاجه؟ احنا لازم نبلغ البوليس. ما تحملوش هم، انا رقبتي سداده، انتوا بس تنوروا لي. ان ما كنتش اخلي بارود كلها تحت امركم ما كنتش انا ابو المعاطي. لما نشرب الارجيله اتفضلوا. هي دي الحكايه لغايه ما جيت هنا وشفتها. طب يا سي حسين، المثل بيقول من فاتك فوتو. مش قادر، خصوصا بعد اللي حصل ده. انا بقول عليك صاحي بقى، تشوف الموت بعينيك وما تبعدش عن الشر وتغني له. انا لازم اعرف سرها ايه، مش يمكن كل ده غصب عنها. انا لو مطرحك اقفل الصفحه دي، وكاني يا دار ما دخلك شر. ويدور حتى على صفحه غيرها، هي قله ورق. اصلكم مش حاسين باللي انا حاسس بيه. انا شخصيا حاسس برعب. خدها مني نصيحة، ارجع بلدك في أول طيارة. آدي تذاكر الطيارة يا سيدي، يعني كلها ساعتين ونبقى في محطة الرمل. اسمع يا سمير. نعم. رجع تذكرتي وسافر انت لوحدك. انت هتزرجن تاني؟ ده الغريب اللي اسمه ابو المعاطي قال لك روح بلدك احسن لك. ابو المعاطي ده بالذات من ساعه ما شفته مركبني 300 عفريت. ده راجل سواء لا هنا ولا هناك، ما تعملوش حجتك. لا 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 لا، لغايه هنا بقى وانا ما اتكلش. سواق شايل مسدس ومخوينا ومش عايزنا نستنى هنا. ليه؟ شخصيته كده، راجل طيب. ده انت اللي طيب على نياتك. وليه ما يكونش عارف فايزة ومش عايزنا نوصل لها؟ ده خايف على حياتك. من مين؟ 100% هو عارف عنها حاجة واحنا مش عارفين. يبقى مفيش غيره، هو اللي هيوصلنا سرها. يعني ايه؟ يعني مش عايز تسافر؟ طبعا لا. اذا كان هو فاكر نفسه حدق هدفعه الثمن. الو. ايوه انا حسين. ايه اللي جابك يا حسين؟ ليه تعرض حياتك للخطر؟ اعمل معروف يا حسين، ابعد عن البلد دي احسن. ابعد ازاي من غير ما اشوفك يا فايزه؟ عايز اعرف انت عملتي كده ليه؟ مش ممكن اسافر قبل ما اقابلك. قولي لي انت فين وانا اجي لك حالا. ما اقدرش يا حسين، اسمع اللي بقولك عليه وريحني. لازم اعرف حاجه واحده الاول، بتحبيني ولا لا؟ طبعا يا حسين طبعا. الو الو الو، بتكلمي مين؟ بكلم الكوافير. الو الو، الخط اتقطع. شفت بتحبيني وفي ضغط عليها، يبقى هي في خطر اكتر مني. يا حسين احنا مواطنين ابرياء، ننفذ بجلدنا احسن. لازم الاقيها. ازاي؟ هنفتح المندل؟ بابو المعاطي تراهن لو ما سافرناش هيظهر؟ ايوه. شو هلا صار؟
على ورحة؟ مسافرين بعد نص ساعة. تخيل الله تخربوا بيتي إن وقعتوا على عاد الليلة قبل سفركم. أصل الحكاية دي حتطول وإحنا منقدرش نقعد أكتر من كده. إحنا حجزنا فطارة النهاردة. ما بتم الطيارة؟ أنا هغيركم الموعد ولو بتحكم إني أحجز لكم طيارة خصوصي أنا عدنان الزحلاوي وما حدا بيرفض لي طلب. أستاذ عدنان إحنا تحت أمرك. ألف مبروك. بإذن الله بتكون دايما علاقتنا منيحة. مبروك علينا يا أستاذ عدنان. ميرسي. سيد حسين، سيد حسين، تليفون عشان سيادتك. هنا مدام؟ تالت مرة بيطلبوه. أيوة، شكل. أيوة، ألو، أنا حسين. فايزة؟ إيه اللي قطع مكالمتك الصبح؟ الحمد لله إنك لسه مسافرتش. أنا كمان عايز أشوفك. لازم تنقذني يا حسين. حياتي كلها فداك يا فايزة. قوليلي، أجيلك فين؟ قابلني بعد نص ساعة في المينا. هستناك هناك، أوعى تتأخر. حاضر يا حبيبي. ده يظهر الواد مغرم صبابة. اتفضلي يا اختي. هعتذر لما اعرف الحكايه كلها. يا ابني عهدنا اللي منجيك. عاوز تعمل يا ابو المعاطي؟ لازم اعرف حكايه فايزه بالظبط. يا اخينا صنفر مخك، انت مش قد اللعبه اللي حاشر نفسك فيها دي. انتوا عايزين منها ايه؟ هي والعصابه سارقين نص مليون ليره، تقدر تدفعهم؟ فايزه تحب نكمل الماتش ولا خلينا كده درون؟ فايزة في عصابة. خاينة غدارة خاينة، هتتودينا في داهية وتسلمينا للبوليس. أنا ما غلطتش في حاجة. لا يا شيخة، مين الواد ده بالمعاطي المينا عشان يخلص حسين في آخر لحظة؟ ما أعرفش. حد شرف الحكاية دي غيرك وغيري؟ ما أعرفش. لا، تعرفي؟ سيبك أنت بالكلام ده. إذا كنتوا فاكرين إنكم تاكلوا حقوقي تبقوا غلطانين. كفاية خطرت بحياتي عشان أخلصكم الفلوس بتاعت البنك؟ ولعبت على حسين واستغليته عشان اغطي لكم اللعبه بتاعتكم دي؟ يا اختي، وحبيتي عشان تودينا في داهيه. دي حاجه فاضيه. انتوا خايفين منه ليكشف سركم. ومش بعيد تكوني حكيتي له على كل حاجه، والا ما كانش جه وراك لحد هنا. اذا كنتوا مش عارفين تخلصوا عليه، انا مستعديه اخلص عليه بنفسي. واشمعنى انت بالذات اللي تخلصي عليه؟ علشان اثبت لكم ان مفيش في الدنيا حاجه تهمني غير نصيبي وبس. وعشان كمان اثبت لكم الخيبه اللي راكباكم ومخلياكم مش عارفين تخلصوا عليه. مفيش داعي تتحدوا بعض. انا اللي هخلص على حسين بنفسي. سيادتك طلبتني يا فندم. يؤسفني ابلغك انه الجهات المسؤوله مستاءه من جميع تصرفاتك. ازاي يا فندم؟ كونك عارف افراد العصابه وسايبهم يتمادوا بجرايمهم ومش عارف تقبض عليهم، هيدا اسمه كلام فارغ. احنا اللي يهمنا يا فندم رئيس العصابه، لان لو قبضنا عليهم قبل ما يوصلونا الراس الكبيره يبقى مفيش فايده، لانه هيقدر يجيب غيرهم. يعني نسيبهم يسرقوا وينهبوا ويخربوا البلد؟ ومش بس هيك، كانوا عايزين يقضوا على حياه مواطن عربي بريء. قصد سيادتك المهندس حسين جمال الدين. ايوه. حسين ده بقى اللي هيوصلنا لرئيس العصابه. ازاي؟ جاني معلومات ان رئيس العصابه ناوي يخلص عليه بنفسه لما عرف ان رجالته مش قادرين عليه. عشان كده انا بطلب من سيادتك تمنع سفره لغايه ما يوصلنا رئيس العصابه. امنع لكم سفره وبسيبه يموت؟ سيبنا نحكايه المحافظه على حياته، ولو ان ايده طويله وطرشه وعواجل بقه. اللي تشوفه، انا حاطي امر حالا ل
لجميع شركات البواخر والطيران بمنع سفره. بقى معقول ما تلاقيناش مطرحين في اي طيارة او مركب؟ صدقني جنابك انا بستعجب لهالحكاية. يعني هنرجع مصر ماشيين؟ انا سبت اساميكم في جميع الشركات، واول محلين بيفضوا بيتصلوا بينا على طول. كسبنا صلاة النبي. الو نعمين تكرمي، في واحدة ست بتنتظر حضرتك برا في السيارة. فايزة ولا كلمة. اركب اركب. فين يا دكتور؟ رايحين المستشفى، المدير مشتاق لك ونفسه يشوفك. مستشفى ايه؟ مستشفى الامراض المستعصيه، ما بيخشهاش الا دماغه ناشفه زي سيادتك. احسن اخلص عليه. Yeah.
قلة تمثال كمان. فين العربية اللي دخلت هنا؟ انت وانا خلص عليك. انا شايفها وهي داخلة. مش عاوزين نضيع وقت. احنا ما صدقنا وصلنا لهم. لو حسوا بينا هتضيع علينا الفرصة. واحنا هنقدر عليهم لوحدينا؟ دي عاملة زي ما تكون قلعة حربية. احنا بينا وبينهم شعرة. ومش بعيد الراس الكبيرة تكون هنا كمان. خد الاثنين دول اسلمهم وسيبنا نتصرف. قدامي. فوت. اقدر اعرف هتخلصوا لي امتى؟ افتكر دلوقتي مالكمش عندي حاجه مش كده؟ فاتك كتير ما باقي الا القليل يا غندور. ثم يعني مستعجله على ايه؟ ما احنا لسه قوي عندنا العاشق وعندنا المعشوق. ما تضيعش وقتك يا فحش. انا عملت اللي عليا وزياده شويه. افتكر مهمتي لحد كده وانتهت خلاص. و يقول عليك يا ناعم يا جميل تفوتنا واحنا بنحبك. ولو بتحبني صحيح ما كنتش عملت فيا اللي انت عملته ده. انا عايز اطلعك زي الشعر من العجينه. كل حاجه كانت ماشيه عال العال لحد ما جه الروميو بتاعك ده لحد هنا. الاكسلانس قال لي لازم الحكايه فيها هنا. وانا ذنبي ايه؟ مش انتوا اللي عرفتوني بيه عشان اخلص لكم شغلكم؟ انا اسف. انا كنت غلطان. يا باشمهندس عمر الحرامية مع حبة العسكر. يا دكتور وعمر ما العسكر حبوا الحرامية. والله. هو انت ابن حلال جيت في وقتك؟ وقف عندك اي حركة خلص عليك. ايه ده؟ عملتها يا ساهي؟ عملتها بتاع السودان ابو قشره؟ وديني عبد المعلم الكبير. ايه ده يا ما البيت قدامك اهو، حد حيشك ما تروح مطرح ما يعجبك. اسمع الكلام اللي بيقولك عليه. وبعدين بقى انت باين عليك ايدك طويله قوي. وديني عنده لخلص عليك. ايه يا ابني يا حبيبي اللي قلبك القلبه السودة دي؟ ما تكونش قاعد ناوي تهبش الشغلانه لوحدك. احب اعرفك ان انا العريف حلمي عزب من رجال الامن. يا نهار اسود. شنب لازم. قدامي. مالوش لزوم الكلام ده، احنا ما بنحبش الرصاص. مفيش داعي للمقاومة. خليهم يجوا. قدامنا وريني السكة. اتفضل ورايا. يا ابني ولا الهوا مات. شاطر شاطر تكسب شنطة. حركة واحدة ونسيبكم نسف. ارمي اللعبة اللي في ايدك انت اهو. الرصاص خلتكم صعبتوا عليا. وانت يا حسين ايه اللي جابك البلد دي؟ جاي تتفق مع البوليس ضدنا؟ انت جاي عشان فايزه. لا عندك حق، هي في الحقيقه تتحب قوي. انا بقى كنت معجب بيك قبل ما اشوفك، انما لما شفتك عجبتيني اكتر.
أنا سعيدة جدا أنا بشوفك لأول مرة. وأنا أسعد لأنك بتساعدينا. وعشان كده أنا هعينك سكرتيرة الخاصة. الخاصة أوي. لا مؤاخذة يا أخ. أنا بكرمها عشان خاطرك أنت. ملك ومال. تتأنزح وتجري ورانا ليه؟ عال عال او صاحبك سمير وصل يسليك في وحدتك على الاقل تموت في ونس واحد بيحبك. وليه تزعج نفسك؟ عشان اخليك تبطل تزعج البلد كلها. انا ده انا راجل غلبان فنان في حالي حاطط كل همي في تماثيلي. عارف ما انا قابلت التمثال منهم ردت فيه الروح. اتفضل قدامي بالذوق. خلاص ما دام انت مصمم انا ما عنديش مانع. بلاش تهوى حركه واحده والباشمهندس هيضيع ويبقى ذنبه في رقبتك. بعد ما مشيت المشوار الطويل ده كله مش ممكن اسلم بسهوله قدامي. قدامي you
لقينا العربية يا فندم، لكن بكل أسف وجدنا جثة حسين محروقة. ورئيس العصابة؟ للأسف تمكن من الهرب في الوادي، ورجالنا جارين البحث عنه. أنت متأكد إن الجثة اللي لقيتوها جثة حسين؟ لقينا جواز السفر ده جنب الجثة. مسكين دفع الثمن غالي علشاننا. أنتوا كلكم كنتوا قايمين بواجبكم خير قيام، وخاطرتم بحياتكم في سبيل واجب. وإن كان بروح ضحايا في هذا السبيل، فهيدولي يعتبروا شهداء. أما أنت فمصيرك هيكون حد المشمع، إن ما كنتش حدلنا على مكان رئيس العصابة. مشناه على إيه؟ ده أنا حتى مش ناوي الحاجات دي خالص. أنت ناسي إنك كنت السبب في نصف العسكري اللي كان مكلف بحراسة البنك اللي سرقته منه الفلوس؟ أبدا والله يا بيه، أنا ماليش دعوة بالحاجات دي أبدا. أنا راجل ساذج يا بيه. أنت متهم بتهمتين، تهمة نصف العسكري وتهمة تهريب العملات المسروقة لمصر. مش أنا يا بيه اللي كنت بقوم بالمأمورية دي، دي الهانم اللي كانت بتعمل الشغلانة دي. أحب أفهمك إن فايزة دي مش من أفراد العصابة، دي مرشدة من عندنا انضمت لكم بأساليبها الخاصة عشان تساعدنا في القبض عليكم يا مجرمين. مرشدة؟ أي والله. إيه بقى على خيرة الله؟ هتسمحوا لي أروح أنا بقى؟ لا يا شيخ. الله، مش المرشدة بتاعتكم هي اللي كانت بتشتغل؟ يبقى خلاص زيتكم في دعيكم. أيوة، بس جنابك اللي وصلت لي الفلوس دي لمصر يا دكتور. وإحنا ادينا تعليمات للنوادي تاخدهم، رغم إنها مسروقة ونمرها عندهم. واللي بدل لك الليرات بدولارات رجم رجال الأمن في مصر. لكن بكل أسف الدولارات اللي وصلتكم مزورة، يعني مش هتتهنوا بيها. وكمان بيظهروا دولارات؟ يبقى بوضوا على روحكم بقى بدل ما بلغ عنكم. تم القبض على رئيس العصابة الهارب يا فندم. هاتوا هون. تكرم. شرف. حسين. انتي اعترف. حيلك يا حسين، دي مرشدة. دكتور آخر. خد. روع مال، أنت فاهم الحكاية غلط. أبو المعاطي هيدا من رجالنا. ده العقيد رشدي اللي كرفناه بالمحافظة عليك. غريب، الحمد لله على السلامة. لكن غريب، أنت نجيت إزاي وإحنا شايفينك واقع بالعربية؟ أنا ما كنتش حاسس باللي بيجرى حواليا. أول ما فتحت عينيا لقيت العربية بتتقلب بينا من على الجبل. حاولت أرمي نفسي منها. المجرم عمل مستحيل عشان يمنعني. قومت، نطيت من العربية في آخر لحظة بعد ما شدني من جيب البنطلون وقطعه، وفضل الباسبور بتاعي في إيده. فعلا، وادي الباسبور اللي لقيناه جنب الجثة. الحمد لله على سلامتك يا حسين. أنا متأسف على كل اللي حصل. ظروف عملي منعتني أحكي لك على الحقيقة. إنما دلوقتي هتعرف كل شيء عني. كل واحدة معاك توصلهم لحد مصر. وكفاية التعب اللي شفته أنت وهم معانا. متشكرين يا فندم. مع السلامة.